مع دخول موسم الجوزة تنهض فيه الرياح المثيرة للغبار والأتربة على السواحل التهامية واليمنية والقرن الإفريقي، وتسمى عندهم بالغبيرة أو الغبرة، ويشد فيها عصف الرياح الشمالية الغربية الجافة والحارة على بلدان الخليج والمسماه برياح البوارح، وسميت بهذا لأنها تبرح الأرض أي تنبشها من شدة قوتها، ففي بعض المناطق تصل سرعتها إلى 60 كيلو متر بالساعة، فتبني الرمال على الأشياء وتزحفها على بطن الطريق وحواشيه. وما كان عهد الرمل عندي وأهله ذميما، ولا ودعت بالرمل قاليا، وبالرمل مني نسوة لو شهدنني بكينا وفدينا الطبيب المداوية. والجوزة نجمين، الأولى والثانية، والعامة يسمونها بقدحة القيض، والقدح بداية الشيء ومدتها 26 يوماً، الأولى 13 يوم والثانية 13 يوم، وفي يوم غد الثلاثة تدخل علينا الجوزة الثانية، وبانتهائها يدخل علينا موسم المرزم، وهو موسم الرطوبة على السواحل واللواهيب على المناطق الداخلية. من طلعة المرزم وطلعة سهيل يصلاك من حر اللواهيب صالح.